المشاهدين في المناظرة اليومية، صحيفة الخبر الجزائرية المقربة من الرئاسة كشفت عن اجتماع عقد في إسرائيل ضم أجهزة مخابرات كل من إسرائيل وفرنسا والمغرب، وذلك بعد تلقيها معلومات مؤكدة عن الاجتماع ومن مصادر وصفتها بالموثوقة. وبحسب الصحيفة فإن جدول أعمال الاجتماع حدد نقطة واحدة تتناول زعزعة الاستقرار في الجزائر وخلق الفوضى في 4 ولايات جزائرية، وكذلك الأمر في تونس. ما صحة هذا التقرير؟ ولماذا تتهم الجزائر هذه الدول في خلق الفوضى على أراضيها في هذه المرحلة؟ لنبدأ المناظرة. بضيفي ينضم إلي من مدريد النشط السياسي طالب علي سالم، أهلا بك طالب معنا، كما ينضم إلي الصحفي سعيد العفاسي، أهلا بكما. ودعوني أنا أبدأ معك سعيد. سعيد، يعني هل كشفت الجزائر من خلال هذا التقرير أمركم، أم أنها هذه يمكن القول عنها أساطير ألف ليلة وليلة؟ مساء الخير، مرحبا بالجميع. أعتقد بأن هذه التقارير قالتها وسائل إعلام جزائرية ولم تثبت رد فعل لا من المغرب ولا من إسرائيل ولا من فرنسا، ولكن السلطات الجزائرية ومعها الصحافة الصفراء الجزائرية تحاول أن تنبش دائما في بعض القضايا التي أن ترد الروح للسلطات الجزائرية. الجزائرية تبحث عن قشة صغيرة لكي تبني عليها موقفا وتقول بأن المغرب معادل للجزائر. المغرب ولا مرة كان استهدف الجزائر، رغم أن الجزائر تطاولت وأغلقت الحدود وتماطلت في الكلام، وكثير من الوزراء من شنقريحة إلى وزير الخارجية حتى من الرئيس الجزائري نفسه تطاول على المغرب بكلام لم يرد عليه المغرب لا بالإيجاب ولا بالنعم، لأنه يعتقدون بأن السياسيون الجزائريون يتفوهون بكلامهم ولا يعونه جيدا. كيف يعقل للمغرب أن يمد يده من أجل التطول على الوحدة الترابية للجزائر أو حتى على تونس؟ هذه أقاويل صحافة، يجب أن تثبت العكس في المدى القريب وتقول بأن فعلا المغرب يخطط لزعزعة الاستقرار. كيف يخطط المغرب لزعزعة استقرار الجزائر؟ السلطات الجزائرية والجزائر بنفسها هي تعيش داخليا حراكا غير سوي، وتعيش فرقا كبيرا ما بين المدن الجزائرية التي تعيش فوضى، الفوضى في السياسي فيما هو اجتماعي فيما هو اقتصادي، وبالتالي المغرب ينأى بنفسه أن يصل إلى هذه الأخبار أو هذه التقارير التي تقول بأن المغرب يمد يده إلى إسرائيل وإلى فرنسا. ثم دعونا ننتبه جيدا، كيف للجزائر أن تقول هذا الكلام وهي لها تقارب قوي مع فرنسا وعملت كل ما بوسعها من أجل زعزعة العلاقات المغربية الفرنسية وزعزعة العلاقات المغربية الإيطالية والبرتغالية، وهي تنبش في هذه الملفات وبالتالي تقول بأن الجزائر فرنسا دخلت على خط المغرب. هذا أمر لا يمكن أن يصدقه عاقل إلى حين تثبيت هذه العلاقة، وأتحدث عن علاقة المغرب وفرنسا التي تعيش أزمة منذ أكثر من سنة. نعم ابقى معي لو سمحت لنستمع إلى وجهة نظر الطالب. يعني الطالب، حينما توجهت إلى إحدى المسؤولين المغاربة لتلقي أي تعليق حول هذا التقرير، قال لي بوضوح إن الكذبة تعرف من حجمها، بما معناه أين يمكن للجزائر أن تصل إلى معلومات استخباراتية وإلى خرق اجتماع استخباراتي، وأكثر من هذا عقد في إسرائيل.
السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. هذا طبعا ليس جديد، ويعني أعتقد أنه الأمر له سوابق، لأنه المغرب طبعا مع إسرائيل وهناك علاقات في كل المجالات وفي المجال الأمني كذلك مع إسرائيل ومع فرنسا، ومن المعروف على أنه المغرب محمية فرنسية في شمال إفريقيا تخدم أو يعني تعمل لمصالح الغرب في شمال إفريقيا، وهذا معروف وليس سر. لقد رأينا منذ سنة كيف وزير الدفاع الإسرائيلي في زيارته إلى المغرب هدد بطريقة مباشرة وبطريقة واضحة الجزائر التي اعتبرها عدو للمغرب وعدو لإسرائيل، وهذا لم تقله الصحافة الجزائرية. هذه التصريحات موجودة وقناتكم تطرقت لهذه التصريحات، وهذا الاجتماع يأتي يعني ليكمل هذه التهديدات التي قام بها الوزير الدفاع الإسرائيلي من المغرب، ويأتي كذلك لأنه من المعروف وهذا أيضا تم يعني نشره من طرف الصحافة الجزائرية، هناك أعمال متواصلة من طرف نظام الاحتلال المغربي الذي يحاول أن يزعزع استقرار الجزائر، لأنه الجزائر حسب كل يعني ما معروف له في المنطقة هو دولة لها قوة، لها وزنها، تدعم قضية الصحراء الغربية، تدعم تونس في محنتها، تدعم ليبيا، تريد الاستقرار، تريد الازدهار، تريد التقدم لموريتانيا ولكل دول المغرب العربي، تريد الحرية للشعب الصحراوي المعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا، وهذا يعارض تماما وبطريقة واضحة مصالح الغرب في شمال إفريقيا، ولذلك تعمل المغرب بتعاون مع إسرائيل وبتعاون مع فرنسا لزعزعة أمن الجزائر. لكن من المعروف على أن الجزائر كانت في الماضي يعني جحيم تحت أقدام المستعمر الفرنسي، وستكون في الحاضر والمستقبل مقبرة وجحيم تحت أقدام كل المتآمرين. فيعني أنا شخصيا لم تكن هذا يعني هذا لم يكن لافت انتباه كثيرا لي، لأنه هذه الأعمال العدوانية تتراكم من طرف نظام الاحتلال المغربي، لكن نظام الاحتلال المغربي وكل من جلسوا معه في هذا التجمع في هذه الطاولة يعرفون أنه اسم الجزائر وحده يزعزع ويزلزل الطاولة التي تآمرون عليها، يزلزل المؤامرة ويزلزل المتآمرين، لأنها الجزائر دولة له وزنها، الجزائر هي دولة أكبر وأشمخ وأقوى وأعظم من على أن يعني جرثومة مثل المغرب تتآمر عليها في الظلام، ومن المعروف حسن ألفاظك من فضلك، حسن ألفاظك من فضلك. لا سعيد، لن أسمح بأن يقول المغرب جرثومة. لا، من فضلك نعم، لا طالب كنا من فضلك لبقا. سعيد سأعطيك حق الرد بطريقة مختصرة سيدتي. من المعروف على أنها الجزائر قاومت ويعني فاتت على العشرية السوداء، وكان الإرهاب متلغلق في الجزائر، وكانت يعني هناك قوة خارجية تعمل على زعزعة أمن الجزائر، والجزائر يعني لقد انقلب كما قيل السحر على الساحر، من يعاني اليوم من الأزمات الاقتصادية ومن الأزمات الداخلية ولديه ملك خارج البلاد ويعاني من الفضائح. بطريقة مختصرة حسب كل التصنيفات الاقتصادية الدولية الجزائر تتمركز كأغنى وأثرى الدول الإفريقية في الازدهار وفي الاستقرار، وكذلك الجزائر قوة عسكرية وقوة جغرافية موجودة. ولكن هناك من يعتقد عكس هذا طالب، وسنتوسع معك بعد قليل بهذا. هناك من يقول إنما عندما في كل مرة يعني تواجه أزمات عدة جزائر داخليا تحاول فني الأنظار عبر توجيه سهامها إلى الخارج وتحديدا إلى المغرب، وسأتي على هذا إن سمحت لي بعد قليل. سعيد، يعني حتى لو لم تكن هذه المعلومات التي ذكرتها صحيفة الخبر الجزائرية دقيقة، ولكن هناك منطق في هذه المعلومة. والطالب تحدث عن العلاقات وعن يعني العلاقات الإسرائيلية المغربية تحديدا في مجال الأمن. هذا واضح للعيان. المغرب عندما يشتغل في الدبلوماسية لا يشتغل تحت الطاولة وليس في بئر، هذا كان واضحا. وما قاله الزميل الطالب، ودعني أقول الصديق الطالب، هو أمر واضح وليس فيه جدة، لكنني دعني لورين أتساءل. نحن نتحدث عن موضوع ملف يتعلق بالجزائر، إسرائيل، المغرب وفرنسا، وكيف لناشط صحراوي أن يحشر أنفه في شأن داخلي للجزائر ويتحدث باسم الجزائر؟ وهذا دليل واضح على أنه لا تقاطعني، ليس شرفا
ليس شرفا، وإنما أنت تحاول أن تستجدي عطف الجزائر لكي تعطف على البوليزاريو لكي تدعم البوليزاريو بأكثر. هذا واضح للعيان، وأنك لا تتحدث في الموضوع على إجابة البوليزاريو دون علاقة للطالب. نعم طبعا، ولكن ها هو يتحدث باسمها. أنا رأيت وسمعت كيف الطالب يتحدث عن باسم الجزائر أكثر ما يتحدث عن مجيد طبون. يجب أن تسمع أكثر وتحدد بعد دقائق. نعم، وأن تكون ألفاظك من فضلك أن تكون نوعا من الأدب، ونرقى إلى مستوى الحوار بدل ما نبقى نتحدث في أشياء تافهة وهامشية. أنت عندما تتحدث بهذه اللغة أحس بك أكثر جزائريا من عبد المجيد طبون. يا أخي ارجع إلى جادة الصواب ولا تتدخل في شأن ولا يخصك إلا إذا كنت ناطقا رسميا أو تبحث عن مصالح شخصية أنت تعرفها جيدا. المغرب عندما يتحدث أو يبحث عن استراتيجيات أو يبحث عن اتفاقيات لا يبحث عنها في بئر أو في ما وراء البحار، ويتحدث ويقوم بدبلوماسيته واضحة جدا. وما أعتقد بأن الجزائر عندما تتحدث على هكذا تقارير هي تحاول أن تستبق وأن تهجم، ورأت كيف أن العلاقات المغربية الإسرائيلية قد تطورت، وهناك العديد من الوزراء الذين عملوا اتفاقيات مع إسرائيل داخل المغرب، وهذا شأن مغربي داخلي لا علاقة للجزائر ولا لفرنسا ولا حتى لدولة أخرى. ثم عندما يتحدث الطالب عن العلاقة الفرنسية الجزائرية وكانت في ذروتها، كيف يمكن لفرنسا أن تخون الجزائر إذا كانت الجزائر لم تكن في المستوى المطلوب للجزائر وللفرنسا، ولذلك فرنسا تبحث عن موقع قوة. هذا إذا صدقنا هذه التقارير تبحث عن مصداقية أكثر ربما وجدتها في المغرب ولم تجدها في الجزائر، لأن الدبلوماسية الجزائر تعيش على الكذب وتعيش على الإشاعات وتعيش على الترهات، وتحاول أن تصنع لنفسها إطارا زمنيا ومكانيا وتقول بأنها هي القوة العظمى. يا سيدي لنصدق بأنها قوة عظمى، أين تتجلى هذه القوة؟ أين ضر المغرب الجزائر؟ ارجع إلى سنة 1994 ستعرف بأن الجزائريين هم الذين فجروا أطلس إسني، والجزائريين هم الذين عملوا إرهاب في المغرب. نعم سعيد، أعطيني فكرة واحدة أن المغرب مس السيادة الجزائرية ومس الداخل الجزائري بخطوة واحدة. نعم، سأعطي الطالب أن يعقب، أراد التعقيب، وسأعود إلى موضوع الأزمات الداخلية. الطالب، هناك من يقول كما ذكرت قبل قليل أن في كل مرة تريد الجزائر ثني الأنظار عن أزماتها الداخلية توجه سهامها نحو المغرب. فقط أريد أن أرد بطريقة مختصرة على ما قاله ضيفكم، وهو يقول أنني هنا ليدافع عن الجزائر. والله أعتقد أن الجزائر لا تحتاج لأي أحد أن يدافع عنها، لأنه اسم الجزائر وحده يكفي. ليس شرف للجزائر أن تدافع عنها. ستعاقب بعد قليل. تفضل طالب. اسم الجزائر. هناك جزائر شرفاء عنك أنت، وأنت تنطق بما لا تفهم ولا تعي. سعيد لو سمحت. فأعتقد أن الجزائر لا تحتاج لكي أظهر أنا ليدافع عنها، لأنه اسم الجزائر وحده يعتبر صفعة لكل المتآمرين وكل الذين يعملون في الظلام ضد الجزائر. فالجزائر لها التاريخ، والجزائر هي بلد المليون والنصف مليون الشهداء، والجزائر هي مكة الطوار وقبلة الأحرار. وحتى لو كنت هنا أدافع عن الجزائر فأعتبر دفاعي عن الجزائر وسام أعلقه على صدري، وأفتخر وأعتز لدفاعي عن الجزائر. والسؤال المطروح هنا، هل تفتخر أنت بالدفاع عن إسرائيل من إسرائيل؟ هذا هو السؤال المطروح. فدفاع أي عربي، ليس فقط صحراوي، دفاع أي عربي عن الجزائر يعتبر وسام يعلقه على صدري، لأنها الجزائر. لا لا لا. هو الجزائر بلد المواقف الذي يدعم القضايا العادلة، والجزائر هو الذي يعني الدولة الجزائرية التي دعمت كل القضايا العربية العادلة وتدعم كذلك القضية الصحراوية. فنفتخر ونعتز كعرب أولا وكصحراويين ثانيا بالدفاع عن الجزائر، لأنه كما أقول هي بلد الثوار، هي قبلة الثوار ومكة الأحرار. جوابا على السؤال المطروح الآخر الذي يعني تنطرحه من طرف ضيفكم ويقول أن الجزائر قوة عظمى وأين هذه القوة، ويعني ضرب أو يشكك في قوة الجزائر كقوة عظمى في شمال إفريقيا. ما جعل الجزائر قوة عظمى هو ما تقولونه في المغرب، تقولون أنكم تحالفتم مع إسرائيل وفرنسا لكي تواجهوا الجزائر. هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، ليس صحيحا يا سيدي. لا لا لا، ليس صحيحا. أنت تنطق بما لا تفهم. المغرب لم
المغرب لم تهجم على الجزائر ولم يربط هذه العلاقات من أجل الجزائر؟ المغرب ربط هذه العلاقات والاتفاقيات من أجل مصلحة أرض يوتروبي. لا لا نعم الطالب في نهاية المطاف يعني المغرب يبحث عن مصالحه ولا علاقة بين الأمرين. نعم يبحث في الظلام. المغرب شفاف وواضح. لنعطي الطالب أن يكمل وسترد. نعم بطريقة مختصرة قال أنه المغرب لم يقم بأي أعمال عدوانية ضد الجزائر. أين ذهبت حرب الرمال 1963 عندما استغل المغرب الفرصة حين الجزائر كانت يعني خارجة من حرب التحرير وحين كانت تم إعلان استغلالها منذ فقط أشهر قليلة؟ يعني استقل المغرب بدل أن يدعم الجزائر في هذه اللحظات لبناء من دعم الثوار الجزائري من غير المغرب؟ من ساعد الجزائر؟ سعيد لو سمحت لا يمكن بهذه الطريقة. أنت لا تفقه في التاريخ شيئا. سعيد لو سمحت ستعقب إن سمحت لي. هذا كان أول عمل عدواني من طرف المغرب في 1963 عندما حاول المغرب احتلال أراضي جزائرية وتم طرده في مدة لا تتجاوز أراضي مغربية. أراضي مغربية وليست جزائرية. تلمسان وتندوف وبشار مغربية. لا زلت أقوله. وليست جزائرية. النرويج أيضا. ليست جزائرية. سعيد لو سمحت لا يمكن بهذه الطريقة أن نستمع إلى الطالب. نعم استراليا كذلك والنرويج مغربية. يا أخي أنتم عايشين في الأحلام، أحلام زعبور. كما أقول بطريقة مختصرة المغرب متخوف لأنه الجزائر بدأت تتخذ خطوات مهمة وبدأ تكون له مكانة دولية، وستدخل الجزائر ستدخل بريكس. الجزائر لها وزنها داخل الاتحاد الأفريقي، لها علاقات جيدة الآن مع الاتحاد الأوروبي. ما يعني ذلك؟ يعني أنها الجزائر تناصر القضية الفلسطينية وتناصر القضية الصحراوية، وقوة الجزائر ستكون قوة للشعب الصحراوي وقوة للشعب الفلسطيني، وهذا ما لا تريده المغرب وما لا تريده لا إسرائيل. لا أعرف لماذا تحمل الفلسطينيين في الموضوع. طالب اتضحت الفكرة. نعم وصلت الفكرة. تآمروا على الجزائر لكن الجزائر أكبر من مؤامراتهم الخبيثة. نعم سعيد تريد التعقيب تفضل. أنا أريد أن أقول ببسيط العبارة أن المغرب لم يتآمر يوما عن الجزائر، ليس دفاعا عن المغرب، ولكن أعرف تاريخ بلدي وأعرف بأن حتى عندما يتحدث على 1963 في حرب الرمال المغرب مد يده للجزائر من أجل تسوية الحدود، والجزائر رفضت وقالت سنسوي الحدود عندما تخرج فرنسا. عندما خرجت فرنسا في 1962 طلب المغرب من الجزائر أن تسوي الحدود، رفضت الجزائر والمغرب دخل الحدود الذي نتحدث عنها. فرنسا هي التي عملتها والمغرب أراد الرجوع إلى أراضيه. أنا أقول لك تندوف وبشار وتلمسان وجزء من سيدي بلعباس هذه كل مغربية يجب أن تعود إلى الأراضي المغربية. المغرب يدافع عن حدث دخل النرويج أستراليا. لا 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 خليها إليك، خليها عندك أنت. هذه النرويج وأستراليا خليها عندك أنت. ستأتي يوم وتعود سبتومليليا وغيرها. سوف تعود سبتهم ليلي إلى الأراضي المغربية آجلاً أو عاجلاً. لا لا تخف. الجزر الكناري نسيتها كذلك. الجزر الكناري دعنا نتحدث. أنت تتحدث في أشياء وتحاول في كلامك أن تهرب إلى القضية الفلسطينية وتقول الجزائر بها أرض الثوار. أنا أقول لك نعم الجزائر أرض الثوار وأرض بلد المليون شهيد، وأتفق معك في الماضي ليس رغم عني، أنا أعترف لك، لكن في الماضي وليس الحاضر. الجزائر تغيرت، تحولت، تبدلت، لم تعد تشتغل، لم أنت فقط بوقا للجزائر. أنت فقط بوقا غير صالح. أنت بوقا فاسدا. للجزائر. حاول أن تتكلم عن البوليساريو أقول لك نعم. حاول أن تتكلم عن البوليساريو أقول لك أنت معك حق. أما تتحدث باسم الجزائر هذا ما لا تحتاج الجزائر إليه، لأن الجزائر عندها رجال من أجل الدفاع عنها. أنت سعيد. لست حتى مواطنا. دعني أقول لك يجب أن نتحدث عن الموضوع لورين. عندما المغرب يحاول أن يبحث عن استراتيجيات أو يبحث عن اتفاقيات، هل بحث عنها في الظلام؟ هل بحث عنها في سترة؟ بحث عنها أمام الملأ وأمام التلفزيونات ورأيه واضح، وهو يحاول أن يبحث عن شركاء أسوياء وليس شركاء حمقى يحاولون المس بأراضي المغرب.
المغرب. الجزائر عبثت بالمغرب لا من حيث الدبلوماسية ولا من حيث السياسة ولا من حيث أنها وصلت بأيديها إلى مراكش وفجرت أطلس إسني، ورغم ذلك المغرب صفح عن كل شيء وقال يجب أن نبحث عن صفحة جديدة ومد يده للجزائر، لكن الجزائر ترفض. الجزائر عليها أن تسوي علاقاتها مع فرنسا أولا، وأن تسوي علاقاتها مع دول الجوار، وأن ترجع إلى المنطق الذي يقول بأن الجزائر هي التي ضيعت علينا أكثر من 70 سنة من التقدم ومن التطور، ولكن سعيد عليها أن تكون. هناك من يقول أو يتساءل لماذا يجب أن نتفاجأ من هذه التقارير أو من صحة هذه التقارير ونحن نعلم أن هناك علاقة طيبة بين المغرب وبين من تصفهم الجزائر بالانفصاليين بمنطقة القبائل، وأيضا فرنسا التي تستضيف حركة الماك. طبعا فرنسا، هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الفرنسيين، لماذا فرنسا تستضيف الماك؟ المغرب لم يقل يوما بأنه يدافع عن حركة الماك بالمال، وإنما يساندها في تقرير مصيرها، كما يقولون بأن على البوليزاريو أن تدافع على تقرير مصيرها، وأعتقد بأن هذه معادلة سوية وواقعية. المغرب يساند حركة الماك ويشارك القبائل، ولكنه لم يساندها بالمال، لم تفعل كما فعلت الجزائر. الجزائر تحاول أن تشوش ليس على المغرب، وإما تشوش على التطور في شمال إفريقيا والدول الإفريقية، وتحاول أن تمسها بيدها، ولكن رغم ذلك لن تستطيع الجزائر أن تمس المغرب بقيد أنملة، لأنها تدرك جيدا بأن المغرب إذا وصلت إلى دروة سوف يفعل ما يفعل. نعم. وأعتقد بأن السلاح سيكون هو. سأنتقل إلى الطالب إن سمحت لي سعيد. إذن ما الفرق بين هذه التقارير والتقارير التي تتحدث عن أن الجزائر ومعها جبهة البوليساريو أيضا هي يعني تحاول إثارة الفوضى داخل المغرب؟ طبعا هذا لا 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 لا, لا, لا صلة له بالواقع، لأنه عندما نتحدث عن هذه لا صلة بالواقع. سبحان الله. عندما نتحدث عن كفاح الشعب الصحراوي ممثلا في جبهة البوليساريو، نحن نتحدث كما أقول دائما عن كفاح الشعب من أجل استقلاله ومن أجل طرد المحتل المغربي. والشعب الصحراوي الآن في حرب مفتوحة ضد المغرب، ولديه كل الحق لاستعمال كل الوسائل، ليس فقط لزعزعة استقرار المغرب، بل كذلك لجعل المغرب أن ينسحب وأن يركع أمام إرادة الشعب الصحراوي. وموقف الجزائر من القضية الصحراوية، وموقف الجزائر من القضية الفلسطينية، وموقف الجزائر من كل القضايا العادلة وحتى من الخلافات الداخل إفريقيا، كان دائما موقف داعم للشعوب وداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها. فهذا لا علاقة له بأنه المغرب وفرنسا وإسرائيل يعملان لزعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا. تحدث ضيفكم على أن الجزائر يجب عليها تعديل علاقاتها مع الجيران، والله عن أي صحيح. علاقات تتحدث عن عندما نتحدث عن الجزائر فلديها أحسن علاقات مع كل دول الجيران، من ليبيا ومن نيجيريا ومن تونس وموريتانيا، وكل الدول التي تشاور الجزائر تعتبر الجزائر قوة لها وزنها في المنطقة ولديها علاقات جيدة. ويعني منذ أيام قليلة تم الإعلان عن مجموعة من المشاريع التي ستربط الجزائر بدول الجوار. إذا أردت حقيقة الحديث عن نقطتين مهمتان، النقطة الأولى هو العلاقات بالمحيط. المغرب هو دولة تعتبر سرطان يريد أن يلوث المحيط، لأنه أتى بإسرائيل إلى المنطقة، وهي منطقة حساسة، منطقة عربية مسلمة في شمال إفريقيا. ما دور إسرائيل؟ أتى المغرب بإسرائيل وجعل من نفسه قاعدة عسكرية وسياسية لإسرائيل ولفرنسا، تعمل لتلوث المنطقة ولتلوث العلاقات في المنطقة، وتعمل لزعزعة القرار في شمال إفريقيا. وهذا ما عوضتنا عليه سياسة الغرب طبعا، وهذا ما عاملوا به في العراق، وهذا ما عملوا به في أفغانستان، والآن يريدون أن يعملوا نفس الشيء في شمال إفريقيا، مستعملين المغرب كقاعدة عسكرية لهم. عندما تتحدث عن العلاقات، إذا أردنا الحديث عن علاقات المغرب مع موريتانيا فسنرى أنها علاقات متوترة. إذا رأينا علاقات المغرب مع الصحراء الغربية فسنراها في حالة حرب مفتوحة ضد الصحراء الغربية، لأنها تحتل جزء من أراضي الصحراء الغربية. ضد البوليساريو وليس ضد الصحراء. إذا رأينا العلاقات مع الجزائر، العلاقات المغرب مع الجزائر يعني في نقطة ميتة والحدود مقفولة. إذا رأينا العلاقات مع إسبانيا، العلاقات تتوتر، يعني كل مدة إلى أخرى تتوتر بسبب الهجرة، بسبب الابتزاز
الذي تم اتهام المغرب بارتكابه بسبب الاتفاقيات التي وقعت مؤخرا بسبب الاتفاقيات التي وقعت مع البرتغال. هذا دليل واضح على كل ما قلته على أنه المغرب دولة تملكها عائلة ملكية غررت أن تعطي أو تبيع نفسها للقوة الإمبريالية وللقوة الغربية لتكون سرطان في شمال إفريقيا. لكن السرطان هو أنت لازم أستاذ لورين لازم أن يحافظ على اللياقة في الأدب والحوار. المغرب سرطان فالسرطان هو أنت. المريض هو أنت. لا تصف المغرب بهذه المواصفات. إرادة الشعوب بما فيه الأحرار من الشعب المغربي ستجعل كل هذه الأعمال الخبيثة ضد الجزائر وضد الشعب الصحراوي وضد بجملة أخيرة من سعيد لو سمحت للطالب ستجعل مكانها مزبلة تعقيب من سعيد قبل أن ننهي هذه المناظرة باختصار. سعيد أنا ما كنت أعتقد ضيفك خبيث لهذه الدرجة. لا لو سمحتما لو سمحتما بهذه الألفاظ النابية التي لو سمحتما لا نقبل بهذه الألفاظ لو سمحتما عن استراتيجيات عن الدولة. طيب وبهذا لو سمحتم نصل إلى نهاية هذه المناظرة. الصحفي سعيد العفاسي شكرا جزيلا لك ومن مدريد الناشط السياسي الصحراوي الطالب علي سالم شكرا جزيلا لك. وبهذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه المناظرة. أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.